والمستوى لا على المستوى ديال المدينه الاقتصاديه، المستوى ديال المدينه الاقتصاديه يعني انها هي واحد المدينه اللي الموارد ديالها ولا المداخل ديالها كامله كتعتمد على الفلاحه، الفلاحه جزء لا يتجزا من البيئه، وباعتبار انها الثقافه ديال البيئه او المحافظه على البيئه خصها تكون تربيه، والتربيه ما حضرتش عندنا في المدينه ديال الاقصر الكبير بصفه نهائيه، كتجبر اسوار وسط المدينه زياده علاوه على الاحياء الهامشيه او المهمشه، كتجبر اسوار على شكل مطارح النفايات، سوق وسط منه مطرح، حي هامشي وسط منه مطرح، إضافة إلى واحد مسألة أخرى، المعمل ديال السكر اللي عندنا في المدخل ديال المدينة، هذا في الصيف كيطرح واحد المشكل كبير بالنسبة للساكنين ديال المدينة القصر الكبير، كينشر واحد الروائح جد كريهة. اسمح لي الله يخليك، اسمح لي إلا قطعتك، غير نقول لك أنا من بين القانون الأساسي اللي كاينه هذه الفكرة اللي كتقول